من اللحظة الأولى اللي تولي فيها أم وتجيب بيبي تبدأ تسمع في نصائح الأمهات والجدات المتوارثة جيل بعد جيل، ومن النصائح اللي تسمعهم ولدك يبكي خليه عادي تو يسكت ورد بالك تسنسو بالتحميل. برشا نصائح تتلقى فيهم الأم الجديدة نجم نطلق عليهم خرافات على خاطر عندها ضرر كبير ومباشر على الطفل وسلوكه وعلاقته بأمه، وهذا اللي باش نطرقوا له اليوم في السكانر. حسب مختصة في التربية والتعليم فإنه ترك الرضيع يبكي يقلل من ذكائه في طفولته المبكرة ويزيد من تمرده في مراهقته ويفقد القدرة على التحكم في انفعالاته في شبابه. التصرف هذا زادة يخليه يحس بخذلان أمه. الرضيع راهو ما ينجمش يعبر بكلمات وإلا إشارات، وإنما البكاء هو طريقة باش يعبر بها على جوع ولا وجيعة ولا خوف وبرشا حاجات أخرين. هذاك علاش البيبي يحتاج أنه يكون في حضن أمه ويحتاج أنه في عام ولول يكون معها وين ما هي تمشي وتكون، على خاطر الأم تمثله محور العالم متاعه الكل. وما تنساوش الصغار راهم نعمة من عند ربي، هذاك علاش يلزمنا نحافظ عليهم أكثر من نجمه.